ومن أتم الأكمال على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في كتاب الأذكار أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي: كتاب الأذكار المتفرقة. نعم. باب ما يقول إذا رأى الحريق. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. أيوة نعم أيوة. قال: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن يدعو مع ذلك بدعاء الكرب وغيره مما قدمناه في كتاب الأذكار للأمور العارضات وعند العاهات والآفات. وهذا الحديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وضعفه الإمام السيوطي في الجامع. وقال المناوي رحمه الله لما ذكره السيوطي من حديث ابن عباس ونسبه إلى ابن عدي، قال: ورمز لحسنه. قال المناوي: وذلك لاعتضاده بما قبله، وذلك لاعتضاده بما قبله. ولكن هذا الحديث أيها الكرام الفضلاء فإنه ضعيف، فإنه في الحقيقة حديث ضعيف، لكن إن فعله من باب ذكر الله عز وجل فلا حرج، لكن لم يرد ولم يذكر في الحريق شيء في إطفائه. وأما قوله أن يدعو بدعاء الكرب، لأن الحريق هو كرب، الحريق الذي ينزل من سأل الله عافينا وإياكم هو كرب، ومن مات بالحرق والغرق والهدم فهو شهيد إن شاء الله. قال: باب ما يقوله عند القيام من المجلس. المقصود بالمجلس المكان الذي يجلس الناس، يجلس مجلسا. ويذكر في حديث الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس. من هنا لفظ من ألفاظ العموم أصوليا، وتعم الذكر والأنثى والكبير والصغير من المكلفين. جلس فعل ماضي مبني على الفتح، وعندنا جلس وقعد قالوا بينهما عموم وخصوص، ومنهم من قال كلاهما بمعنى واحد، وقالوا إنما الجلوس من اتكاء، وكان متكئا فجلس. وقالوا والقعود من اضطجاع، وكان مضطجعا فقعد. قال: وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس. وقال: وكان مضطجعا فقعد. ومنهم من قال كلاهما معنى واحد، والمقصود به أنه من يجلس في المجلس قاعدا فيه. فكثر في مجلس، هنا أيضا هذه نكرة مجرورة تدل على العموم أي مجلس كان، لكن هذا العموم خرج جاء فيه ذلك الخصوص وهذه الصفة. فكثر فيه لغطه، يعني كثر فيه الكلام الغير مفيد، الكلام الغير مفيد. فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه، ما كان في مجلسه ذلك. وهذا حديث حسن صحيح. وعند أبي داود أيضا عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، أبو برزة اسمه نضلة، اسمه نضلة بالنون الموحدة المفتوحة والضاد الساكنة واللام المفتوحة، نضلة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس، يعني في آخر المجلس، يعني يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقول فيما مضى. لما قال بأخرة يعني الكلام هذا النبي قاله في أواخر حياته وليس في أوائله. فقال الرجل: يا رسول الله، أنك تقول قول ما كنت تقول في ما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. والكفارة هي الخصلة التي تمحو الذنب، هي الخصلة التي تمحو الذنب. و
قال: باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه. هذا باب مهم أيها الكرام الفضلاء. أحد الإخوة اتصل بي وقال: يا شيخ، يعني أنا يلقي دروس يعني مفسوحة وكذا، فيقول أدعو في نهاية المجلس يعني، فأنكر علي منكر، قال: يا أخي ما فيش دعاء في نهاية إيش؟ في نهاية المجلس. لقل لا، نقول لا، في دعاء يستحب ذلك. وهذا الحديث أصل في المسألة، وهو عند الإمام الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس، لما قال قلما دل على استحبابه، يفعل تارة ولا يفعل تارة أخرى. ومن داوم عليه ما نقدر أن ننكر عليه، كما قال الشيخ بن باز في فتاواه في نور على الدرب، قال: ولا مانع من ذلك، حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن الطاعة ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وهذا حديث صحيح، وفيه جواز الدعاء في ختام المجلس. وطبعا الشيخ الألباني له يقول كلاما جميلا، يقول: أفضل أن تأتي بما ورد، ولكن الحمد لله أسأل المسألة فيها ساعة، يقول الشيخ بن باز: به أو بغيره، واتباع ما ورد خير من اتباع لم يرد، وأن تأتي بما ورد وأن تزيد عليه أخرى فلا حرج. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ربنا ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.